إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حلقات ومحاضرات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي كنا أيام ننتظره بفارغ الصبر، فنقول ها هو رمضان قد اقترب. ثم بعد ذلك بأيام، وهي قبل أيام يسيرة، دخل علينا هذا الشهر العظيم. دخل علينا شهر رمضان، شهر الطاعة والأعمال الصالحة، شهر الخير والجود، شهر القرآن، شهر الفضائل، شهر الصيام والقيام. ثم ما بين غمضة عين وانتباهتها، ها نحن الآن قد ناصفنا هذا الشهر، بل جاوزنا النصف بقليل. انتصف شهر رمضان ومضى شطره، وكل إنسان منا قد أودع فيه من عمله، من صالح عمله ما أودع. والناس فيما سبق هم على قسمين: منهم من اجتهد في طاعة الله عز وجل فصام نهاره وتلا فيه القرآن ودعا الله عز وجل وقام ليله وأكثر في هذا الشهر العظيم من الطاعات والأعمال الصالحة. وهناك قسم آخر من الناس قد فرطوا في تلك الأيام، فأشغلوا نفسهم في نهار رمضان بالنوم وبتضييع الأوقات، وربما في الأسواق وغير ذلك. وأما في الليل فضيعوا أوقاته الثمينة في مشاهدة المسلسلات الهابطة التي لا تفيد الإنسان في دينه ولا في دنياه، بينما الصالحون قد شمروا على ساعد الجد وبذلوا ما يستطيعون من الطاعات، هؤلاء قد فرطوا في هذه الأيام المباركات. أيها الأحبة، إن الله عز وجل قد اختار شهر رمضان من بين شهور العام، العام 12 شهر، الله عز وجل اصطفى منه هذا الشهر شهر رمضان، فجعله شهر العبادة وشهر القرآن وشهر الخير وشهر الطاعة. ثم إنه سبحانه جعل في شهر رمضان أياما يمكن لمن ضيع في أوله أن يتدارك في هذه الأيام. هذه الأيام هي أيام العشر الأواخر من رمضان، فأيام العشر الأواخر من رمضان هي فرصة لمن ضيع فيما مضى، فرصة لمن لم يواكب مسير الصالحين وأعمال الطائعين في الأيام التي مضت، فها هو يستقبل العشر الأواخر من رمضان التي يكون فيها العمل والأجر والإقبال على الطاعة أعظم مما كان في أول رمضان. الخيل عندما تدخل في السباق فإنها تجري مع الخيل، فإذا قاربت على وصول المضمار بدلت واجتهدت أكثر، فهذه العشر هي فرصة لمن عبد الله وأكثر من الأعمال الصالحة فيما مضى، فإنه يزداد ويزيد من العمل ومن الطاعة وأبواب الخير التي في العشر الأواخر. وكذلك فرصة فتحها الله عز وجل لمن فرط فيما مضى وضيع أوقاته فيما لا ينبغي، فإن هذه فرصة أن يتدارك ما مضى من أيام رمضان هذا الشهر العظيم. شهر رمضان كما ذكرنا هو شهر خير وإحسان، وشهر طاعة وبر وتقوى، ولياليه العشر هي أفضل أيامه على الإطلاق. فمن فضائل هذه العشر أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، فإن القرآن نزله الله عز وجل جملة في شهر رمضان، ونزل ابتداء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. الله عز وجل عندما أنزل القرآن أنزله إلى بيت العزة،
فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم في شهر رمضان أنزله القرآن عن طريق جبريل كاملا إلى بيت العزة، ثم من بيت العزة أصبح ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا في خلال 23 سنة من ابتداء بعثته صلى الله عليه وسلم إلى نهايتها. فشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر العباد، أن يتعبد الله عز وجل بتلاوة هذا الكتاب العظيم. ومن فضائل هذه العشر أيضا أن فيها ليلة من أعظم الليالي، ليلة هي خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر، ألا وهي ليلة القدر. وهذه الليلة العظيمة هي في العشر الأواخر، فمن فرط فيما مضى عليه أن يستغل فرصة هذه العشر فيقبل على الطاعة فيها حتى ينال أجر قيام ليلة القدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسبحان الله، قيام ليلة واحدة يغفر لك فيها ما تقدم من ذنبك، وقيام هذه الليلة تعدل عبادة وصيام وقيام 83 سنة. الله عز وجل قال: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. عبادة هذه الليلة وصيامها وقيامها والعمل الصالح فيها يعادل صيام وعبادة والعمل الصالح خلال 1000 شهر، 1000 شهر تعدل 83 سنة. يعني إنسان عمره لو أطال الله في عمره ربما يبلغ هذه العمر، هو يمكن أن يعمل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في 83 سنة يعملها في ليلة واحدة إذا صحت منه النية وأخلص لله عز وجل وقام هذه الليلة يريد الأجر فيها محتسبا قيامها لله عز وجل. فهذه العشر الأواخر فيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، وهذه الليلة التي وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، فقال: إن حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فوصف هذه الليلة بأنها ليلة مباركة. وفيها أيضا تنزل الملائكة في هذه الليلة العظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ففي هذه الليلة تنزل الملائكة والروح، والروح الذي هو جبريل ملك الوحي عليه السلام، فإنهم ينزلون في هذه الليلة فيقبلون على هؤلاء الطائعين فيكتبون أسماءهم ويديعونهم ويبشرون بالخير. ففي هذه الليلة العظيمة تنزل الملائكة. ومن فضائل هذه الليلة العظيمة أيضا أن الله وصفها بأنها ليلة سلام، فقال: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة سلام يقبل فيها العبد فيقابله الله عز وجل بالخير والسلام، ويصفح عنه ما أسلف من خطايا وذنوب، ويستقبل سنة جديدة فيها من الأعمال الصالحة وفيها من الطاعات ما تقربه إلى الله عز وجل. وأيضا في هذه الليلة العظيمة قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فإن الله عز وجل في هذه الليلة يكتب أعمال السنة القادمة، ما يكون للعباد من أرزاق وما يكون لهم من أعمال صالحة، ويكتب فيها الشقي ويكتب فيها السعيد. فالموفق من قام هذه الليلة ودعا الله عز وجل أن يكتبه في هذه الليلة من عتقائه من النار، وأن يكتبه ممن ينالون جنة الله عز وجل، ويدعو فيها لمن مات من أهله وذويه، ويرجو الله عز وجل للأحياء أن تنالهم رحمة الله عز وجل. هذه الليلة العظيمة هي ليلة القدر. وأيضا من فضائل هذه العشر الأواخر كما ذكرنا أن من فضائلها نزل فيها القرآن وأن فيها ليلة القدر، فإن من فضائلها أيضا أن الإنسان يجتهد فيها أكثر من غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر أكثر مما يجتهد في غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد من رمضان. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، أي العشر الأواخر من رمضان،
شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فانظروا إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إذا جاءت هذه العشر ماذا يفعل؟ قام ليله، هو كان يقوم في أول رمضان ولكن في هذه العشر أحيا الليل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أي أنه كان كما في الحديث الآخر الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى من رمضان يخلط القيام بالنوم، فكان يقوم بعض الليل وينام بعضه. أما إذا دخلت العشر الأواخر قالت عائشة رضي الله عنها أحيا ليله، أي أنه قام كل الليل صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر، وهذا كناية على أنه يترك جميع الأمور وينشغل بالطاعة ويقبل عليها، فشد المئزر كناية عن الشدة في الشيء والمبالغة فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، ويطلب الله عز وجل ويقوم فيها في ليلها ما لا يقوم في غيرها. فإذا جاءت هذه العشر كان صلى الله عليه وسلم أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه العشر يحرص على إيقاظ أهله في الليل حتى ينالون ما ينال هو صلى الله عليه وسلم من الخير، فيقومون الليل ويقبلون على قراءة القرآن وعلى الدعاء وعلى الطاعة في هذا الوقت الفاضل. فهذه العشر الأواخر هي أوقات اجتهاد وأوقات طاعة وأقبال على الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أيضا من فضائل هذه العشر الاعتكاف، فإنه يسن للمسلم أن يعتكف في كل وقت وحين، ويسن ويتأكد الاعتكاف في رمضان. وأبلغ من ذلك من السنة والاحتساب أن يجتهد ويعتكف في العشر الأواخر إن تيسر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك العشر الأواخر، لا يترك الاعتكاف في العشر الأواخر، كان يعتكف فيها في المسجد. والاعتكاف أيها الأحبة هو حبس الإنسان نفسه في بيت من بيوت الله لأجل العبادة والطاعة، فيتفرغ ويترك عنه الدنيا وراء ظهره والانشغال بها وينشغال بما يكون مما يسبب ضياع الأوقات، فيقبل على الطاعة ويتفرغ للعبادة فقط في المسجد. وأقل الاعتكاف كما ذكر أهل العلم يوم وليلة، وبعضهم ذكر أن يكون يوم أو ليلة. فلو أن الإنسان بقي من مغرب الشمس، من غروب الشمس، من أذان المغرب إلى الفجر في بيت من بيوت الله استطاع ذلك، أو من طلوع الشمس إلى غروبها من الفجر إلى المغرب استطاع أن يبقى في المسجد يتلو القرآن ويدعو ويصلي ويقرأ القرآن، فهذا كتب أنه ممن اعتكف في العشر الأواخر ونال هذا الفضل العظيم لا يفرط فيه إلا محروم. أيضا هذه العشر كما ذكرنا ينبغي على العبد أن يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. ما هي أنواع العبادات التي على العبد أن يجتهد فيها في هذه العشر؟ أنواع العبادات كثيرة، فالعبد يحاول في هذه الأيام أن يكثر من قراءة القرآن، ويكثر من الدعاء، ويكثر من الصدقة، ويكثر من الصلاة والقيام. وحتى العبادات التي كان يفعلها ولا ربما يستطيع أن يزيد عليها، مثلا الصيام لا يستطيع أن يصيم، هو يصيم ولكن يحسن في هذا الصيام. إذا كان في أول رمضان ربما يبتلى بما ينقص أجر صيامه من اللغو ومن الكلام الذي لا ينبغي ومن يعني تضييع الوقت في غير الطاعة، في هذه العشر يحفظ صيامه بكثرة الطاعة في هذا الصيام. أيضا قيام الليل، إذا استطاع أن يقوم الليل ويحاول أن يخشع في هذه الركعات التي يصليها خلف الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا في ليلة القدر التي هي في العشر الأواخر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الأجر العظيم هو لكل الشهر، وهو أيضا لهذه الليلة العظيمة خاصة. فالإنسان يحرص في هذه العشر، وهذا من أهم المهمات، أن يبذل وسعه في أن ينال فضيلة هذه العشر،
وفضيلة ليلة القدر خاصة، فإنها ليلة واحدة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن لو نفرض أن رجل تاجر غني وجي للناس قال لهم أنا نبي نجي في العشر الأواخر، أو حدد لهم 10 أيام وقال لهم نبي نجي اللي نلقاه واقف قدام الباب نبي نعطيه 1,000,000. لا نضرب مثال بأمور الدنيا حتى الناس تدرك هذا الأمر. 10 أيام حددهم، قال أنا بنجي اللي بنلقاه واقف قدام بابه بنعطيه 1,000,000. بهي في أي وقت في هذه 10 أيام الله أعلم، في أي ساعة في هذه 10 أيام الله أعلم، في ليلها. فهذا التاجر لما يجي يلقاك واقف بيعطيك 1,000,000، من الذي سيفرط في هذه الغنيمة؟ يوقف تلقاه ممكن يواصل الليل بالنهار وهو واقف. احنا الآن نشوفه في بعض الناس مساكين قدام المصارف ينتظروا في مبلغ بسيط يقضوا به حاجتهم. فلو أن تصورنا أن تاجر يعطي لهؤلاء الناس ويقول لهم غير وقفوا لي 10 أيام وتحرى، وفيجيك واحد يقول لك تحرى مجيء هذا التاجر وراه بيعطيك مبلغ كبير جدا 1,000,000 دينار بيعطيهم لك مقابل أنه يلقاك واقف، والله لن يترك الناس القيام في هذا المكان، ويقول لك النوم ملحوق عليه، هم 10 أيام نستناهم يجي ناخذ هال. فكيف وهذا الفضل العظيم والأجر الجزيل الذي وعد الله به عز وجل من قام هذه الليلة؟ أجر عبادة 83 سنة، لو أطال الله في عمرك لن تبلغ هذا المقدار أبدا، فإنك في سنك في بداية عمرك أنت غير مكلف، ممكن في سنين من عمرك ما صليتش، مهما بلغت من العمر لن تبلغ طاعة 83 سنة لم تبلغها في مثل هذه إن قمتها إيمانا واحتسابا كتب لك أجر 1,000 شهر كما قال صلى الله عليه وسلم. فالموفق والذي يحرص على الخير هو من يحرص في هذا الشهر العظيم وفي هذه 10 الأواخر أن يتحرى هذه الليلة التي هي في 10 الأواخر أرجى من غيرها، والتي هي تكون غالبا في الأوتار من رمضان، يعني قد تكون ليلة 21 أو ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29. فالإنسان يتحرى الليالي الوترية من هذه 10، وأيضا يتحرى 10، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تتغير وليست في يوم واحد، إنما تنتقل من ليلة إلى ليلة. والشهر كما لا يخفاكم قد يكون هناك مثلا خطأ في دخوله ليس من جهة الرؤية، إنما يكون غم، فالناس أتموا عدة شعبان فيكون هناك اختلاف في العد، فالإنسان يحرص لذلك على هذه 10 التي يقينا فيها ليلة القدر، ولا يتحرى ليلة بعينها، بل يبذل وسعه في هذه 10 ما لا يبذل في غيرها، ويبذل وسعه أيضا في الأوتار من هذه 10 ما لا يبذل في غيرها، حتى ينال هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الجزيل. الناس في هذه 10 للأسف الشديد تجدهم إذا دخلت هذه 10 تذكروا جميع الشواغل التي تصرفهم عن العبادة، يتفكر أنه هو بيطلع بيشري حوايج العيد للصغار، ويتفكر أنه هو بيدير هذيك الحاجة في الحوش، وجايه العيد بيوتي مش عارف شنو يبي يمشي يشري، كل تلك الأشياء يتفكرها في هذه 10، وهذا والله لا شك أنه من الحرمان، لأن الإنسان الذي يحرص على وقت الطاعة، كما أنك أنت تو الآن لما تجي ماشي للخدمة للعمل، مستحيل أنت الآن لما تكون ماشي العمل في وقت الدوام تتفكر أنك أنت عندك حاجة بتديرها، غالبا أنت بتحرص على وقتك هذا من إلى هذا الوقت بأنك أنت بتتفرغ فيه للعمل المكلف به. فالعبادة في هذه 10 الأواخر أن توافق ليلة القدر، هذه الموفق هو الذي يحرص عليها، فيحرص أن يبذل وشن عنده من أشغال وشن عنده من حاجات يديرها قبل 10 الأواخر، حتى إذا جاءت 10 الأواخر تفرغ. والحمد لله الآن نحن في فرصة، اليوم 16 رمضان باقي على دخول 10 الأواخر أيام معدودات، خلال هاليومين 3 الإنسان شن عنده بياخذ حاجة بيرد حاجة بيقضي قضية يتمها في هذه الأيام، وعليكم أيها الأحبة أن تجتهدوا في هذه 10 فتتفرغوا فيها من جميع المشاغل وتتركوا عنكم جميع الترهات، والإنسان كم سيعيش في عمره؟ انظروا إلى العباد الذين يعني إلى قبل أيام كل يوم نسمع بواحد فارق الدنيا من أحبابنا ومن أصحابنا، سواء كان بسبب هذا البلاء الذي أنزله الله عز وجل أو بغيره من الأمراض،
كل يوم نفقد في واحد عزيز ونفقد في واحد حبيب، والله أعلم هل نحن أنفسنا ندرك رمضان القادم أم أننا نكون تحت الثرى فيصلي علينا الناس ونكون من أهل القبور. فالإنسان لا يدري فلا يسوف ولا يؤمل، وهذه فرصة وغنيمة كبيرة هذه العشر أن يبدو للإنسان فيها من الخير والطاعة. فاشتغل هذه الأيام بما عندك من استعدادات وترتيبات، فإذا جاءت العشر فتفرغ فقط للعبادة، واترك عنك جميع الشواغل وجميع الصوارف التي يعني يوسوس بها الشيطان، واترك عنك حتى مشاهدة التلفاز وضياع الأوقات في غير الطاعات. اشتغل في هذا الشهر العظيم بالطاعة التي ذكرنا من أوجهها، أن يمسك الإنسان المصحف إذا كان في بداية رمضان، ختم ختمة 2 3، يجتهد في هذه الأيام أن يختم كل 3 أيام ختمة، والله ليست بكثيرة. لو أنه بدل من يومه كل يوم 4 ساعات للقرآن، خلال 3 أيام يدير ختمة، في العشر الأواخر يختم 3 ختمات، وهذا أقل القليل. هل تعلمون أن بعض السلف كان يختم في العشر الأواخر كل يوم ختمة؟ يختم في رمضان أكثر من ختمة في أيامه المعدودة، ولكن إذا جاءت العشر في كل يوم ختمة، وهذا من حرصهم ولمعرفتهم على الخير والفضل الذي فيها. فالناس عليهم أن يبذلوا ما يستطيعون، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: وإن لله في كل ليلة عتقاء من النار. الله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق أناس من النار. فتصوروا معي، إذا الله عز وجل يريد أن يعتق بعض عباده في ليلة من رمضان، هل سيعتق اللي هو مقعمز على التلفزيون يتفرج، ولا اللي مضيع وقته في الأسواق ويشري ويفاصل في هذا كاي ويغير في هذه كاي، ولا اللي يقلب في القنوات ويتفرج على المسلسلات الهابطة ويتفرج على البرامج التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هل هذا هو الذي سيعتقه الله من النار؟ أم ذاك الذي لازم المسجد وقام الليل وصلى مع الإمام حتى ينصرف، وحرص أن يخشع في صلاته وأن يتدبر الآيات التي تتلى، وأن يفتح المصحف بعد ذلك فيقرأ ما يتيسر معه من القرآن، وأن يتصدق في هذه الأيام، وأن يبذل ما يستطيع، وأن يدعو الله عز وجل أن يجعله ممن كتبه من اعتقائه من النار؟ الآن عندنا حالين: حال الرجل الأول اللي هو مضيع وقته، قلنا سواء كان في الأسواق ولا في الطلوع والخشوش ولا في المسلسلات، وعندنا الثاني الذي أحيا ليله وصام نهاره وأيقظ أهله ودلهم على الخير الذي في هذه العشر. فأي الفريقين أولى بأن يكون من عتقاء الله من النار؟ لا شك أن الثاني هو أهل لهذه المنزلة، لأنه بدل ورغب فيها وسعى إليها. وفق أيها الأحبة من حرص في هذه العشر أن يكون من عتقاء الله عز وجل من النار، وأن يبذل فيها ما يستطيع من الأعمال الصالحة، وأن يكثر حتى من بدل فيما سبق من الأيام، فعليه أن يكثر فيما يستقبل من هذه الأيام العشر من الأعمال الصالحة وقراءة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت على هذه العشر انقلب حاله، رمضان كامل كان يشتغل في شغل، فإذا جاءت هذه العشر طلق الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، هو الذي يسوس هذه الأمة، وعنده بيوت، مش بيت واحد، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 زوجة، 11 بيت بشؤونهم، وعنده أحوال الأمة، وعنده هو كان القاضي، وهو كان الأمير، وهو كان الملك، وهو كان يعني كل أمور الأمة الإسلام كانت في رأس هذا العبد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت هذه العشر طلق جميع ذلك وتركه وأقبل على الله عز وجل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل قال إنه غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو أقبل على هذه العشر وترك كل الشواغل. فما بالك بنحن الذين قصرنا في سنوات عمرنا وتركنا كثير من الطاعات وارتكبنا كثير من المعاصي، نسأل الله أن يعفو عنا. فهل من العقل أن يترك الإنسان فرصة هذه العشر الأواخر من رمضان أن يصوم نهارها ويقوم ليلها لعله أن يوافق هذه الليلة العظيمة ليلة القدر؟ هل هذا من العقل؟ لا شك أن هذا من قلة العقل أن يترك الإنسان هذه الفرصة العظيمة التي ربما فيها نجاته من النار،
وربما فيها عتقه من النار، وربما أن يكتب فيها من أهل الجنان، فيكون ممن رضي الله عنه وأرضاهم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صيام رمضان وقيامه، وأن يرزقنا فيه من الطاعات ما يرزقنا، وأن يفتح لنا فيه من أبواب الخير، وأن ييسر لنا فيه الطاعة وأن يدلنا عليها. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات، اللهم افتح أمامنا أبواب الخيرات واقفل أمامنا أبواب الشرور. اللهم أعنا في هذا الشهر على طاعتك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه العشر الأواخر من عتقائك من النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.